أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسولك نبي المؤمنين وعلى آله وصحبه وسلم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت خيرا إلى حضرة النبي الكريم المصطفى والحبيبين وجعلنا منهم في رضي وسلم أفضل نبوة اللهم اتصل إليك بنبيك مغتر والأتر وسبيخ الأخيار كفر أنا زنوب والأوزان وارسنا القوي في وسر وجر متنا برؤية في دار قراري وتقبل منا ما قدمنا ما يسرنا عملنا في ليل ونهار وارحمنا بقدرتك وفر لنا إنك رحيم غفور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله يا رب العالمين اللهم نسألك عافية وفتاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاعفها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاغفر بذنبك نصيرا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واسلم متقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك فلا تردنا دفن المسلمين والحقيقة بالصالحين واركنا جنة آمنين وزنريك وليك كريما يا رب العالمين اللهم بكرمك مفلنا بفعي ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن كان سببا لهذا الجميل عزيز ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك مجيب دعوة وخدي الحاجات يا ما يقبل توبات أبني أبواني سيئات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار وسلم بجلالك على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين آمين آمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبر الله منكم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وزكينا وصفينا وزكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين